أجمل هذه القبعات، ماذا سأختار لكاترين وجانيت؟ هل سمعت يا عزيزتي آخر الأخبار؟ يقولون إن النبيل شارل لن يتزوج أبدا. أما أنا فقد سمعت أنه ذهب إلى مهرجان الزهور للبحث عن خطيبة له، لكن لم تلفت انتباهه أي واحدة من الحاضرات هناك. ما رأيكما في هذه القبعة؟ أهي مناسبة لحضور حفلة في قلعة الحاكم؟ ماذا؟ كنت قد قررت ألا أقول شيئاً. ابنتاي قبلتا في الترشيح للزواج من النبي. الزواج من النبي؟ جميع الفتيات يدعين أنهن سيفزن بالزواج من النبي، لكن فرصة ابنتي أقوى، ولا سيما بعد معرفتنا الوطيدة بالدوق زاران، فهو المستشار الخاص والمقرب جداً من سيادة الحاكم. تعرفين الدوق زاران؟ والآن أرجو المعذرة، فعلي الانتهاء من شراء بقية الأشياء المهمة. أظن أنك لم تضع سرك في مكان أمين، فهاتان السيدتان ستنشران الخبر في المدينة كلها. خالتي، هناك الكثير من مصممي الأزياء وصانعي القبعات يودون رؤيتك. لابد أنهم سمعوا بالإشاعات التي تتحدث عن اقتران بالنبيل شارل. إنهم يشوهون الحقيقة دائما. كل ما ذكرته هو أنكما سوف تلتقيان بالنبيل ذات يوم. بإمكاني الآن أن أنشر تكذيبا في المدينة. لا لا داعي، نستطيع أن نعد هذا اليوم تدريبا سابقا على الآن. علينا أن نعتاد على ذلك حتى نكون مستعدات للأحداث المقبلة. حسنا، أدخل الرجال يا سندريلا، فنحن جاهزات. حسنا حسنا. ما هذه الأخبار التي أسمعها؟ الجميع يتحدثون عن هذا ويقولون إنك تساعد ابنتي دالبان في الزواج من النبيل. لا يمكن أن أفعل هذا وإلا خسرت كل ما أخطط له. أعلم هذا أيها الدوق، لكن السيدة دالبان ذكرت علاقتك الممتازة بأسرتها وأكدت أن ابنتيها ستزوران القلعة قريبا. لقد تجاوزت حدها. لدي خطة ستلقنها درسا لن تنساه في حياتها، إذا سمحت لي يا سيدي. تكلم فأنا أسمعك. حسنا. اكتبي لي قائمة بكل الأشياء التي علينا تحضيرها من أجل الزفاف. آسفة لتدخلي يا خالتي، لكن ألا تعتقدين أنك تتسرعين؟ أردت القول إن الخطوبة لم تتم بعد، وهذا كله مجرد إشاعة. الآن هي إشاعة، لكن إذا سارت الأمور بحسب الخطة فإن الإشاعة ستصبح حقيقة. هل تشكين في هذا؟ أو أنك تغارين منهما مثل كل فتيات المدينة؟ ما هذا الذي تقولينه؟ حسنا، نفذ الآن ما أقوله لك، فأنا لا أريد أي استفسارات أخرى. منذ هذه اللحظة سنكون محط أنظار الجميع. لا أريد أي أسئلة حول هذا الموضوع. ادخلي. كاترين، هل ما زلت مستيقظة؟ ماذا هناك؟ انتهيت من تجريب الملابس التي اشترتها والدتنا، واقتنعت بأنني أنا التي سأتزوج النبيل. أعجبتني هذه الفكرة كثيرا ولم أستطع النوم. عليك ألا تبتهجي كثيرا وتضيع الوقت بهذه الفكرة التي لا جدوى منها، بل يجب أن تعدي نفسك لتكوني أخت زوجة النبيل. بل أنا التي سأتزوج من النبيل يا كاترين. هيا اذهبي إلى غرفتك يا صغيرتي، فأنا أريد النوم. جئتك كي تحكي لي حكاية ولم آتي من أجل الشجار. ها،
اشتقت إلى قصص الرعب التي كنت تؤلفينها وتقصينها علي قبل النوم يا أختي. حسنا، قصة واحدة. هيا فكل آذان صاغية، سأحكي لك حكاية تدور في غابة الرعب. حدثت هذه القصة منذ 200 سنة. تبدأ الحوادث في غابة كبيرة جدا، في داخلها قلعة مهجورة مغطاة بالطحالب. وفي إحدى الليالي، حيث كان ضوء القمر شاحبا لا يكاد يضيء الأشجار المتشابكة، سمعت أصوات في القلعة. كانت لحظات فظيعة. وماذا بعد؟ شيء ما كثر يا كاترين. هي ميشا؟ لا أعتقد فميشا لا يمكنها أن تحدث كل هذه الضجة. هل يمكن أن تكون ساندريلا؟ يا أمي أنا خائفة. أفكر فيما علي فعله، فأنا لا أعلم ما سيحتاجنا إليه لزفاف كهذا. ما هذه الضجة؟ ساندريلا انتظري، ماذا حدث؟ كيف تجرؤين أيتها السيدة على إخبار الناس أن ابنتيك مرشحتان للزواج من النبيل؟ هذه الأمور تخصنا ولا نسمح لأحد بأن يتدخل بها. ثم كيف تقتحمون منزلي بهذه الطريقة؟ هيا اخرجوا من منزلي حالا. أحمل إنذارا سأبلغه لك أيتها السيدة. غادرنا المدينة خلال أسبوع، وإلا فسنتصرف تصرفا لا يعجبكن. هل فهمت؟ هيا يا رجال، هذا يكفي، لنذهب. يا إلهي كيف يجرؤون؟ لا داعي لذلك، فقد ذهبوا. كيف فعلوا هذا في منزل الفتاة التي ستصبح زوجة النبيل؟ أمي، هل سنغادر المدينة؟ لا أريد. أكيد لا. الحمد لله لم يصب أحد بأذى. ساندريلا، لقد حدث هذا بسببك. كان عليك أن تكوني حذرة وتمنعيهم من الدخول. أنا لا أرضى بأسلوب التخويف والطرد، لكن علينا أن نتخذ الاحتياطات المناسبة. بيير سيقف حارسا على الباب، أما أنتما فتحققا أن كل شيء مقفل تماما. أما أنت يا ساندريلا، بدءا من هذه الليلة ستقضين الليلة بكامله تحرسين مع بيير. ولا أنا؟ نعم، فهذا هو الحل الوحيد الذي أمامي. لا يمكن أن أخاطر بحياة ابنتي المرشحتين للزواج من النبيل. لا أحد يستطيع أن يمنع تحقيق أحلامكما يا عزيزتي. هذا رائع، تمنيت لو كنت هناك يا بلير. أنا واثق بأنهن يحزمن حقائبهن لمغادرة المدينة. لا أعتقد هذا، فقد سمعت أن السيدة دالبان وضعت حراسة مشددة على الباب. نشرت إشاعة تقول إن لصوصا سطوا على منزلها ثم هربوا. إنها ذكية. كنا لطفاء. مع السلامة يا آنسة. مرحبا يا ساندريلا. أهلا شارل. ماذا تبتعين؟ أشياء مهمة سأحدثك عنها. تعال سأخبرك بما حدث. هكذا إذا اشتريت أقفالا؟ نعم، خالتي تريد أن تضع أقفالا على كل أبواب المنزل. وهل أولئك اللصوص مخيفون؟ بالتأكيد. اسمع، أريد أن تعلمني كيف يستخدم السيف. أنت تتعلمين المبارزة؟ نعم. والآن يا لهذه الشجاعة. هيا حاولي أن تلمسيني بعصاك. انتبه، أنا قادمة. هل استسلمت بهذه السرعة؟ لا. أصعب مما توقعت. لا تصلحين لهذا. سأتعلم كيفية استخدام السيف لأدافع عن منزلي. أنت شجاعة جدا، ولكن كيف ستقاتلينهم وحدك؟ لست وحدي يا شارل، فهناك بيير وبيلوس وبابي وبانجو وشوشو.
إذا لماذا لم تطردوا أولئك الأشرار في المرة الأولى؟ هل خفتم؟ لا أسمح لك أن تتكلم معي بهذه الطريقة. ها؟ يسار، يمين، يسار. كنت حمقاء عندما طلبت منك أن تعلمني. لحظة، انتظري يا ساندريلا. لا تنزعجي، ستتعلمين بسرعة. ماذا قلت لك؟ قلت ألا أعود إلى منزلك ثانية. فكري في وضعنا يا أمي، دعيه يقوم بالحراسة فهذا لن يضر أبدا. الحق معها يا أمي، إنه ليس ذكيا لكنه على الأقل شاب قوي. حسنا حان دوري. ساندريلا، تبدين كجندي حقيقي. الفضل يعود لدرسك. لقد تعلمت بسرعة، لكنني أعتقد أنه من الأفضل لك البقاء في الداخل. لكنك تحرس هنا منذ عدة ساعات. أنا لست متعبا. ما رأيك إذا في فنجان من الشاي الساخن؟ أفضل بكثير. إذا فقد وقفت حارسا طوال الليل، وأنا أيضا لم أستطع النوم لأني كنت قلقا عليك، وكدت أرسل فرقة للبحث عنك. ولم القلق؟ أنت تعلم ألفت قصة للتغطية عليك وكنت خائفا من كشفها. أنا آسف جدا. وهل تمكنت من القبض على أولئك الأشرار؟ لا، لم يظهروا ليلة البارحة، لكن سيأتون اليوم. هل تريد أن تذهب هذه الليلة أيضا؟ لدى والديك استقبال مهم اليوم ويتوقعان أن تكون بينهما. عنيد. من أين أحضرتها؟ ما رأيك؟ هل مظهره مخيف؟ إنه لأجدادي. سأتولى الحراسة الآن. كنت أعتقد أن شارل سيأتي الليلة. وأنا أيضا أظن أن هنالك أمرا مفاجئا قد حدث ومنعه من المجيء، فهو لا يتأخر في تقديم المساعدة. ماذا تفعلين يا جانيت؟ أراقب ساندريلا. ترى أليست خائفة؟ لا أعتقد. على كل حال يجب أن تنفذ العمل الذي كلفتها أمي به. هيا علينا أن ننام الآن حتى نحافظ على جمال بشرتنا. لقد أحضرت لك كوبا من الشوكولا الساخنة. شكرا. عفوا. شيء ممل حقا. خبز؟ أحدهم أرسله لنا هدية. لماذا تلحق بي من مكان إلى آخر يا أليكس؟ أنا لن أهرب. أنا أعرفك جيدا يا شار، ما إن أدير ظهري لك حتى تختفي بسرعة. إذا أنت لا تثق بي. هاهم. لقد أتوا. لقد عاد لصوصك يا إلهي. اكثر أبوا، سأقضي عليكما. فقد وعيه.
الحمد لله لقد تغلبت عليك. لقد نجحت. إنجاز رائع لرجل عجوز مثله. بعيدي أيتها الحيوانات القريعة. آسف جدا يا شار، لم أكن منتبها. أعتقد أنه من غير اللائق أن تكون معي عند دخول الحمام، أليس كذلك؟ هذا صحيح، سأنتظر هنا. شار، ماذا حدث؟ أين أنت؟ خدعني. لنبدأ الآن. أنت تسعى وراء المال. حسناً، كم تريد؟ المال لا علاقة له بالأمر. ما نريده هو أن تغادر المدينة أنت وابنتك. لا نستطيع مغادرة المدينة، فإحدى ابنتي ستصبح قريباً زوجة النبيل. هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحاً، وأنصحك ألا ترددي هذا الكلام بعد اليوم. النبيل لن يتزوج أي واحدة من ابنتيك. من فعل هذا؟ ماذا تريدون؟ إنه شر. أمسكوا به. سأحل نزع لثامه. إياكم. أعرف هذا الوجه. أجروا يا رجال، هيا خذوا من هنا. تذكرت إنه يعمل لصالح زاران. الحمد لله لقد أطفأنا هذا الحريق أخيرا. شكرا لك. ساندريلا، هل أنت بخير؟ لقد تصرفت بشجاعة. وأنت أيضا كنت شجاعة. أنت مخلص. شكرا لك. عفوا. هذا رائع، يساعدون ميشا. شكرا لكم جميعا. هل سنصبح أصدقاء؟ ولن تؤذي ساندريلا؟ نعم. شكرا لكم جميعا. هل سنصبح أصدقاء؟ ولن تؤذي ساندريلا؟ نعم. يا علي فعله، أنا لن أغادر هذا المنزل. من الممكن أن أغادره فقط عندما تصبح كاترين أو جانيت زوجة للنبيل. يبدو أن دالبان ما زالت مصرة على حلمها. ترى هل تستطيع تحقيقه؟